مبادلات تجارية وتنقلات سياحية تجرى عبر الموانئ البحرية السبع الموزعة في عدد من جهات البلاد. فعبر هذه الموانئ تؤمن 98% من المبادلات التجارية التونسية مع الخارج، وهو ما يكسبها أهمية كبرى ويعطيها أولوية قصوى من قبل وزارة النقل التي تعمل على تأهيل الموارد البشرية وتطوير الأمن والسلامة بها. وفي هذا الإطار انتظمت ورشة عمل حول تقييم أمن الموانئ، أكد من خلالها وزير النقل العمل على تدعيم البنية التحتية للموانئ ومزيد تكوين الموارد البشرية. الموانئ ليست فقط بنية تحتية أو تجهيزات، ولكن أيضا قدرات وكفاءات تسهر على احترام جميع ما تعهدت به تونس بموجب مصادقتها على عديد الاتفاقيات الدولية، والتي تتعلق تقريبا بأمن الموانئ فقط عددها 31 اتفاقية وبروتوكول. وبالتالي في إطار إيفاء تونس بالتزاماتها الدولية، نحن الآن بصدد الاستعداد إلى تدقيق دوري إجباري ستقوم به هذه المنظمة خلال شهر فيفري من سنة 2025. في هذا الإطار وفي إطار جميع الاستراتيجيات اللي يقوم بها ديوان البحرية التجارية والموانئ على مختلف الموانئ التونسية من خلال تدعيم البنية التحتية وتجهيز الموانئ بما يكفل سلامة هذه المرافق والسفن وكل مرتدي أو المتعاملين في إطار هذه الموانئ، فإنه أيضا من الضروري تكوين وتدعيم قدرات العنصر البشري حتى يؤمن هذه الوظيفة الهامة. وقد أكد الخبراء المشاركون في هذه الورشة والممثلون للمنظمة البحرية الدولية وعدد من الفاعلين في مجال النقل البحري والموانئ على ضرورة مواكبة المستجدات على مستوى عالمي في مجال أمن الموانئ بما يحفظ أمن البضائع والسفن والمتدخلين في هذه الموانئ. الهدف الأساسي هو تدعيم القدرات في مجال التدقيق الأمني للموانئ البحرية، وذلك استجابة لالتزامات تونس الدولية وخاصة الناتجة عن مصادقتها لاتفاقية سولاس مع تعديلاتها لسنة 2002، وبالتالي من واجباتها أن تكون الموانئ متاعها مستجيبة للشروط والضوابط الأمنية. يعتبر مجال الأمن البحري من أحد أهم المجالات في التي تلعب دورا كبيرا في التجارة البحرية والتجارة العالمية. التحدي الواقع حاليا هو هل نقدر أن نقول أن مرافقنا هي مرافق آمنة أم لا. تونس متقدمة في هذا المجال ولديها الكفاءات والقدرات بالإضافة إلى الأسس اللازمة من أجل البناء عليها والوصول إلى الستاندر العالمي. ورشة عمل حول تقييم أمن الموانئ تواصلت أشغالها على مدى 5 أيام بمشاركة 25 إطارا من الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ في وزارة النقل ومن ديوان البحرية التجارية والموانئ، بهدف تأهيل الموارد البشرية وتعزيز قدراتها وتطوير الأمن والسلامة في الموانئ البحرية التونسية.